ان شاء الله هيشجع بقيه الشركات العالميه ان هي عمل باسمه ان شاء الله. في نقطه مهمه، في كلمه حق قال يشهد الله على صدق كل كلمه بقولها. في مشروع برضه رائع لمصر، وده كان تواجد سياده الرئيس انه هو سيادته وزير الدفاع وقائد عام القوات المسلحه. تصنيع مشتقات البلازما. سيادته لما جالي تكليف ابحث مع الموضوع حضرتك، ابحث الجمله